ذاك الامر ياتي من ناس لا علاقه لهم بحزب التقدم والاشتراكيه. الامر اللي يزعجني حزب التقدم والاشتراكيه هو اللي داخل القاعه وداخل فروع الحزب، اما ناس لا علاقه لهم بالحزب يقولون مناضلون فارغ. يقولون الا لقيتوا شي واحد عندهم شي بطاقه ديال حزب التقدم والاشتراكيه عندها باقه قائمه، يمكن يقول لكم ان جوج ولا ثلاثه منهم مطرودين وان الباقي مع الاسف ملقط من الشارع، وهذا هو المؤسف فيما نلاحظه من قبل ناس لا قيم ولا اخلاق ولا توجهات سياسيه ولا برنامج ولا شيء من هذا القبيل. لذلك شخصيا لا ابالي بهذا الامر. حزب التقدم الاشتراكي اعمق واكبر من ذلك، ستنعقد هذه الدوره ولن نبالي ببعض الطفيليات التي لن تؤثر على مسار حزب التقدم الاشتراكي. ما تنساوش تابونا في لاشين وتاكتيفيو الجرس باش يوصلكم جديد فيديوهات بيك بريس وتبارطاجيو مع صحابكم.